أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تنظيمات الإخوان وداعش والقاعدة الإرهابية قد تحالفوا سويا في ليبيا من أجل الوقوف ضد جهود الجيش الوطني لتوحيد البلاد. وأشار المسماري خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنظيم القاعدة قد عاد إلى الواجهة بشكل قوي في ليبيا. يعود تنظيم القاعدة بكافة أجنحته إلى الواجهة بشكل قوي. We can see very clear the Qaeda appearance and presence in Tripoli. تنسيق مع داعش أو ما يعرف بجيش الصحراء. In coordination with ISIS and or the Desert Army. تحالف الأخوان مع هذه التنظيمات. And the alliance of Muslim Brotherhood with these groups. ظهور قيادات من الصف الأول من تنظيم القاعدة في طرابلس. And we can see leaders from the higher ranks of Qaeda in Tripoli. دول تقف خلف هذه الجماعات المسلحة وهذه العصابات المسلحة. Countries supporting these terrorist groups. دول لها خبرات شاركت في التدريب وفي الإعداد وفي التسليح. Countries with experience took part in training and financing. دول شاركت في التمويل وشاركت في الدعم السياسي. Countries that took part in training, financing, and political support. دول شاركت في الدعم الإعلامي المضلل بشكل كبير جدا. Countries who took care of supporting the misleading media. أنا أتمنى أن يوفق الجيش السوداني في السيطرة على السودان. We wish that the Sudanese army can take over and control Sudan. ليمنع ضرر الحكومة السودانية السابقة وكل المخالفات ضد القانون الدولي الإنساني وضد حتى مبادئ حسن الجوار.